السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفيديو آخر جديد. نطلب من الله العلي القدير أن تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن أحوال إخواني أخواتي الأعزاء. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نركبوا في الترن ديال برشلونة. الخط هذا سميته نمرة واحد، الرقم ديالو نمرة واحد. غادي نمشي نخرجوا ان شاء الله من ساندريا دي بحال مدينه سميتها ساندريا دي بيسوس، وغنمشيو لبريميا دي مار. هاد الخط هذا ماشي بعيد، غير شي 17 كيلومتر، وفي الترن شي 20 دقيقه، ماشي بعيد بزاف انتما كتشوفوا. وهاد الخط هذا النمره واحد كيمشي تقريبا غير في مع الحاشيه ديال البحر، كيمشي لحد المدينه سميتها بلانيس. يعني الخط يعني فيه مناظر جميلة على حسب البحر، وكيدوز على شي مدن زعما جميلين والمرسات إلى آخره. وأنا خديت الترن بغيت نمشي لهاد المدينة هادي، خديت الترن حيت رخيص شوية، يعني المازوت غالي بزاف، ما عرفتش فين غيوصلوا بهاد المازوت، جوج أورو زيادة مصيبة كحال هادي، ما عرفتش علاش كيغليو، ما عرفتش علاش فين زايدين، وكيقولوا غادي يطلع حتى غادي يغلى حتى 3 اورو. هذا منكر، هذا والله ما نعرف شنو هادشي، هذا يعني كاين غير زياده، والله ما نعرف يغوصوا هذا. على هادشي انا خديت الترن حيت رخيص شويه، ولكن الا كان شخص واحد هذا شويه، لكن 3 او 4 من احسن السياره، من احسن الطوموبيل. وهادشي ما نقول لكم الحبايب. وهاد الترن هذا السميه ديال الشركه ديالو هي الرينفي، يعني هذا باش بداو في الاول ديالو سموه الرينفي، بقات هي داك الرينفي في برشلونه. وهاد القطار هذا او الترن نهار البدايه ديالو هو يوم 28 اكتوبر 1848، هادشي اللي عندهم في الصحيفه ديالهم، يعني كيقولوا اول نهار ديالو هو 28 اكتوبر 1848. فكان اول خط ديال السكه الحديديه في اسبانيا هو ما بين برشلونه وواحد المدينه سميتها ماتارو. هاد المدينه هادي ماشي بعيده على برشلونه، تقريبا شي 25 كيلومتر هيداك ما بين برشلونه وماتارو. وهاد المدينه هادي حتى هي هاد ماتارو ماشي كبيره بزاف. وهاد المشروع هذا عدلوه على يد مجموعه ديال رجال الاعمال من بريطانيين، ولكن الاصول ديالهم من اسبانيا، وبداو في هذا المشروع واخا اسبانيا ما دعمتهمش مره نهائيا، يعدلوهم من جيبهم حتى كملوا هذا المشروع، وفرحوا به بزاف. وفي لهذا بداو كيعملوا الاحتفالات من كل سنه بالمهرجانات، وبداو كيعملوا العديد من في المتاحف، وبداو المؤسسه ديال السكه الحديديه عاود بداو كيعملوا انشطه متعدده، وعاملين في المعارض ديالهم وكيعملوا عروض. وهادشي هذا باقي عندهم في الارشيف ديالهم، ان شاء الله بغى يشوف في الارشيف راه تقدر تشوفوا في جوجل، تقدر تشوفوا هذا تلقى هاد الشرح هذا ديال هاد السكه الحديديه اللي ما بين برشلونه وماتارو، اللي تعمل اول مره نهار 28 اكتوبر 1848. وهذا الخط هذا استعملوه لان هذا الخط كله كيمشي مع البحر، يعني جميل بزاف، كيمشي مع البحر 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 حتى البلانيس، يعني فيه مناظر جميله بزاف. دابا حنا دزنا على واحد المدينه سميتها بادالونا، دابا دخلنا المونغات، يعني كاينه واحد جوج مدن سميتهم مونغات، ولكن وحده سميتها مونغات دينور وحده مونغات تايل، يعني تاد مونغات فيها يعني فيها بلايا زوينه بزاف، فيها البحر مزيان، يعني هاد الخط هذا يعني البحر هذا كامل مزيان، يعني متخاف من حتى شي حاجه، يعني ما تخاف بالنسبه للاطفال ولا بالنسبه لواحد ما كيعرفش يعوم ولا، يعني زوين بزاف. والبحر هادئ بحال يعني الشمال ديال طنجه، والبحر الابيض المتوسط كله هيدا، ما فيه شي ديك رماج كبارين، ما فيه شي حاجه خطيره، ولكن ما فيه شي الحوت بزاف، يعني كنمشيو احنا مبلوعين بالصياده كنمشيو نصيدو، ما كاينش شي حوت بزاف، كاين الحوت بزاف، كاين اصيله بالنسبه للمغرب، اصيله له اصيله حتى الصحراء كاين الحوت.
على كيف بالنسبة لهذا البحر هذا الحوت قليل فيه بزاف. يعني السفر، يعني السفر في الترن انا كيعجبني، والله كيعجبني السفر في الترن، لان الترن تقدر تشوف الشمال تشوف اليمين تشوف هيدا، تسارى مع راسك بالحريه ديالك. ما بالنسبه للانسان كيسوق في الطوموبيل راه ما تشوف حتى شي حاجه، تشوفها قدامك غير قدامك، ما تشوف حتى شي حاجه، اللي راكب معاك يتسارى واللي كيسوق ما والو، حتى ينزل عادي يشوف، يقدر يشوف هيدا مخطوف، ولكن ماشي بحال الانسان كيمشي في الترن كيشوف على الحريه ديالو، شوف هيدا وهيدا بحال البلايا. انت ما كتشوف البلايا كيفاش عامله زوينه بزاف. هذه مدينه ماسناو، يعني خرجنا من مورنكاد ودخلنا مدينه سميتها ماسناو. هاد ماسناو حتى هي زوينه، حتى هي جميله بزاف، حتى هي فيها المغاربه، فيها الناس الافريكان، فيها الناس ديال يعني ديال العالم، واخا صغيره فيها مغاربه. يعني حتى هي هاد ماسناو فيها ميدار، فيها المرسى زوينه، فيها محلات تجاريه، فيها ريستورات، فيها يعني فيها ميتشاف. يعني فيها بلايا زوينه عاود. هاد ماسناو كاينه حداها عاود واحد مدينه ستيت وسميتها اوكاتا. اوكاتا هما ملصقين مع بعضياتهم، فرقوا بغي حد الشارع، يعني تشوف تدخل غير مدينه وحده، ولكن هي ماسناو، مدينه ماسناو ومدينه اوكاتا. يعني تلقى تشوف هذه ريستورا كبيره تبارك الله، يعني فيها بلاي ديالها زوينه بزاف وكبيره بزاف. وهنا كاين واحد الكامبين سميتو كامبين ماسناو، يعني في الصيف ما تلقاش بلاصتك دائما عامر، حسب قريب البلايا ومهم زوين هو. تما كتشوف البلايا ديال اوكاتا، هذه بلايا ديال اوكاتا، هذه زوينه بزاف وكبيره، فيها الرمله مزيانه، وفيها الحراسه مشدده، يعني وفيها النظام، وفيها شي مشاكل نهائيا. تبارك الله الترن كيجري، ما عرفتش علاش كيجري بزاف، واش معطل ولا ما نعرفش، انه ما كراش يمشي غاب شويه باش نشوف، يمكن معطل على هادشي باش كيجري بزاف. ايوا نطلب الله السلامه. دابا حنا خرجنا من مصناو ودخلنا لاوكاتا، دابا حنا خارجين من اوكاتا وغادي ندخلوا للمدينه سميتها بريميا ديمار، هي اللي غادي ننزلوا فيها ان شاء الله. دابا حنا قرابين نوصلوا لبريميا ديمار. هاد بريميا ديمار حتى هي الحمد لله حتى هي فيها المغاربه، فيها الجامع، فيها جوج ديال الجوامع تبارك الله، ويعني الله يعاونهم، الله يجيب لهم التيسير، الله يقويهم. يعني الناس ديالنا خصنا نتهلاو فيهم، خصنا يعني الله يعاونهم وصافي. احنا قرابين نوصلوا لاكار ديال بريمي ديمار وغادي ننزلوا ان شاء الله. دابا حنا نزلنا من القطار وجينا للمرسى ندورو شويه ونتقهوى وناكلوا شي حاجه في هذا المرسى. يعني هذا المرسى جميله بزاف، كتمتع بموقع متميز، يعني القرب ديالها ديال برشلونة، وفيها يعني واحد النزهة جميلة بزاف، فيها مطاعم، يعني المطاعم على حسب اختيارك، يعني المطاعم بزاف اختار اللي عجبك. وفيها عاود محلات تجارية، بغيتي تسوق من المحلات كاين موجودين، كذلك فيها الألعاب ديال الأطفال،
وفيها عاود الباركي ديال السيارات يعني الوقوف ديال السيارات، يعني فيها جميع الحاجات اللي بغيتي كاين موجود الحمد لله. وهاد المرسى ولكن ما كانتش هاد المرسى هيدا، يعني كانت قبل كانت يعني تعدلت قبل في 1972 باش عدلوها في الاول ديالها، ولكن ما كانت شي مزيانه شي مرسى يعني، هذا كانت غير هيدا عاديه، ولكن عاودوها عاودوا التصميم ديالها في 2018 يعني غاب شي ماشي بزاف هادي على مده ديال عامين. وهذا الاصلاح هذا يعني رجع هذا الاصلاح رجع بالنفع على هذه المدينه، يعني زادوا الخدمه هنا وزادوا يعني محلات تجاريه، زادوا مطاعم يعني والالعاب ديال الدراري ديال العيال الصغار، يعني رجعت بالنفع على هذه المدينه هذه. وهذه المدينه البريميه صغيره ماشي كبيره ولكن مزيانه بزاف، وفيها المغاربه ديالنا وفيها افريكانوس الله يحفظهم الله يعاونهم، يعني حتى هي زوينه بزاف وجميله. يعني انت كتشوف شنو فيها، فيها بزاف ديال الحاجات، فيها مقاهي فيها المحلات، يعني انا كان عجبني يعني نجي ليها الصراحه. هذه يعني فيها محلات، فيها ديال التسويق، الانسان اللي بغى يتسوق يجي ليها، واللي بغى يتقهوى عاود حتى هي مزيان، اللي بغى ياكل عاود كلشي فيها الحمد لله، كلشي موجود فيها، اي حاجه بغاها الانسان كيلقاها هنايا. يعني قبل ما كان فيها حتى شي حاجه، كانت مرسى عاديه ما كانتش شي حاجه فيها، كانت غير شي محلات صغارين شي حاجه هيدا. ولكن ملي عدلوها في 2018 تبارك الله يعني كبروها وزادوا مطاعم، زادوا محلات تجاريه، وزادوا العمال، يعني دخلت عليهم بالنفع على هذه المدينه هذه. انت ما كنتش تشوفوا تبارك الله، احنا ما نعملوش دوره الجهه ديال المرسى في كاين الباركوات. انت ما كتشوفوا تبارك الله شحال ديال الباركوات كاين، ومدينه صغيره هذه بريميا ديمار ماشي كبيره بزاف صغيره، ولكن تبارك الله شحال ديال الباركوات كاينه هنا غير ديال ماليهم ماشي ديال شي حاجه، ولا ديال الناس مثلا بحال دابا السبت والحادة ولا شي نهار العطله ولا شي حاجه كيخرجوا لوسط البحر، كاين اللي كيتغدى تما في وسط البحر، كاين اللي كيصيد الحوت، كاين كل واحد وكيفاش. الله يرزقنا شي باطو باش نمشيو نصيدوا غير الحوت بعدا. اي والله حنا مولوعين بالحوت، ولكن ما كاينش الحوت في هذا البحر هذا، بحال الحوت كاينه موجود في المغرب تبارك الله، وهاد البحر الابيض المتوسط ما فيه حوت، كاين المحيط الاطلسي يا اصيله لهيه حتى الصحراء تبارك الله فيه الخيرات الحوت، اللي بغى ياكل الحوت هو يمشي للمحيط الاطلسي، المدن كلشي بالنسبه للاسفي ولا جديده ولا اصيله ولا تبارك الله الخيرات ديال الحوت. ما هنا والو، هنا كنمشيو بعض الخطرات كنصيدو ما كاينش شي حوت يعني اللي زاد. الا ما كرهناش شي باطو، ولكن مع الاسف الله يرزقنا ويرزقكم شي باطو، مشيو تساروا حتى نتوما عاود وتصيدوا الحوت وتغداو في وسط البحار. ايه هذا شي باركو هنايا فيه الروينه تصدع. ايوا ها انتم ها كتشوفوا الحوت، شوف الحوت كيفاش عامل، ولكن والله ما تقدر تصيد هنا ممنوع تام هذا، ولكن هذا البوري وقيله دا غا البوري هذا، ها كاين والو ما نعرف يمكن شي شارغو فيه ولا كاين شي شارغو هي، ولكن كيفاش تعمل ما كاينش هنايا المراقبه مشدده هنا، والله ما تصيد هنا ممنوع.
تبارك الله على البوري هنايا، الخيرات ديال البوري هنايا في هذا البحر هذا في هذا المرسى. ايه تبارك الله، شو الخير والله الى الخير. شو القاعد القاعد البحر شنو فيه؟ شحال الحوت دابا. هاد المرسى هادي قبل ما كانش هيدا بهاد كبيرة لهاد الدرجة، هادي كانت صغيرة وما كانش فيها شي نظام ولا شي حاجة. ما قاعد دابا عدلوها مزيان تبارك الله تبارك الله. شحال الباطوات هنايا، هادي هي اللي كترقب المرسى، سميتها ناوتيك ديال بريميا ديمار. انتما كتشوفوا راه واحد البارك ديال السيارات كاين الفوق، كاينه محلات، كاينه ريستورات. دابا الناس ديال هاد المدينه ديال هاد بريميا ديمار كلشي كيهود لهنا والله. وكاين اللي كيجي من موطع اخر، بحالي انا جيت من موطع اخر جيت لهنا، يعني فيها يعني زوينه بزاف. عشان كيجيب عائلته هكذا وكيجلس هنا كيجلس في المطاعم، يجلس في القهوه، ولا يجلس في باركي مع وليداته. بويرتو ديال بريميا دي مار، بويرتو هي المرسى يعني لابوخ. عملوا واحد الطريق بالجمل هي، فكتشوفوا دابا راه كتشوفوا الناس ماشيين ماجين. واحد الطريق كتدخل حتى لوسط المرسى، كتدخل هادي ديال الراجلين، ما كاينش طوموبيلات. انت كتشوف حتى لهي، كتدخل حتى لهي تسارى وتشوف حتى في وسط البحر في وسط المرسى وترجع. تبارك الله الخير ديال باركوات والله، واخا مدينه صغيره شو تبارك الله شحال ديال باركوات. ولكن يمكن ما كيعملوا شي الثمن بزاف، ماشي غالي بزاف هاد الباركوات. كندور هنا على هادشي بحال الطوموبيل، كندور على هادشي باش كيشريو الناس الباركوات. عاود في الباركو الانسان لا شرا باركو راه كيتسارى مزيان بزاف وسط البحر، ويسلي بلي بالصياده عاود راه مزيان بزاف. او الانسان بغى يخرج وليداتو في وسط البحر يعني يتغدى او شي حاجه او مع العائله ديالو راه مزيان. دابا غنمشيو نشوفو شي ريستوران نتغداو فيه. ولا فينا الجوع، جانا الجوع، غنفتشو على شي ريستوران هنايا. دابا حنا جينا لهاد الريستوران ناكلو شي حاجه وديك الساعه عاود نخرجو. ريستورا زوينه بزاف حتى هي، عاود فيها ماكله الحوت، فيها كلشي زعما كلشي مزيان فيها تبارك الله. يعني فهاد المرسى اللي بغيتيها موجوده، كلشي مزيان تبارك تشوف الخيرات تبارك الله. ملي غناكلو غادي نخرجو عاود نشوفو فين نمشيو، يعني ربما غادي نمشيو لحد الحفله كيعملو هنايا سميتو كيعملو بيتاردوس، واحد الحفل كيعملوه يعني كيقولوا سان خوان يعني بالعربيه عيد القدوس. وهاد الحفل كيعملوا فيه بيتاردوس او المينات او مفرقعات ناريه باللغه العربيه، وهذا الشيء ما كاين. ويلا تشوفوا معايا هاد المفرقعات هاد الحفل. والسلام عليكم ورحمه الله، والى فيديو اخر ان شاء الله.